نرحب بحضراتكم من جديد. امبارح القمة العربية 32 اختتمت أعمالها في مدينة جدة السعودية بحضور رؤساء وملوك وأمراء دول عربية كتير، من بينهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا بكل تأكيد قمة نتج عنها عدة توصيات في إعلان جدة، وده طبعا الهدف منه الحفاظ على المنطقة العربية وحل مشاكل الدول الشقيقة المجاورة لمصر من أجل توحيد الصف. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن نتائج هذه القمة اللي كانت في السعودية. بنرحب طبعا بالدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير جمانة. صباح الخير شاذ. يا أهلا بك يا فندم. في البداية، ماذا فرضت أحداث المنطقة المتلاحقة الحقيقة على إعلان جدة خلته يختلف شوية عن إعلان الجزائر؟ من المعروف أن القضايا العربية واحدة. طيب قبل ما أتكلم عن مضمون التوصيات والقرارات، خلينا نتكلم عن السياق المختلف اللي تنعقد في القمة. أنا في اعتقادي هناك حالة عربية مختلفة، يعني السياق العربي أصبح مختلف. نقول أن الجسد العربي استعاد جزء كبير من عافيته السياسية والاقتصادية والأمنية، لأن بعد العشرية السوداء، وأنا سميها السوداء في معرفة بالرابع العربي، العالم العربي كان الجسد العربي كان عليلا، إرهاب، حروب مسلحة، لاجئين، دمار، تدخلات خارجية، طبعا ما فيش تنمية، طبعا لا توجد تنمية، كلها معاق. وبالتالي كان العمل العربي المشترك أو من سمى المنظومة العربية كانت تواجه تحديات كبيرة واختباق غير مسبوق. الآن هناك عافية عربية، هناك حالة عربية، هناك هذا الحضور العربي وهذه الرسالة المهمة في القمة العربية في جد. لماذا حدث هذا؟ حدث هذا طبعا بفضل وبسياسات مصر ودول قلب الصلب، مصر ومعها المملكة العربية السعودية، الإمارات، دول الخليج. حولت الدفة من منطقة صراعات وتوترات وحروب وتدخلات إلى منطقة الآن استعادة زمام المبادرة. الآن العمل العربي المشترك أصبح في حالة قوية بسبب جهود مصر في الفترات، في العامين الأخيرين أو ثلاثة أعوام، رأينا القمم الخماسية والثلاثية والرباعية وهذه الأمور، تنقية الأجواء العربية، تصفير المشكلات الإقليمية في المنطقة مع دول الجوار، هذه الأجواء تنعقد فيها القمة. الأمر الثاني أن الوضع العربي على المستوى الدولي زاد أهمية استراتيجية، يعني حضور الرئيس زيلينسكي في القمة وكلمة الرئيس بوتين والقمم العربية الصينية والعربية الأمريكية وغيرها بتعكس أيضا العالم العربي أصبح رقم فاعل في المعادلة الدولية والإقليمية. كل هذه المعطيات والمتغيرات هي ميزت قمة جدة حقيقة ربما عن القمم السابقة، ولذلك وجدنا حالة، يعني حالة عامة من الحضور الكبير للرؤساء وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجدنا حالة من الأجواء الإيجابية، وجدنا حالة من الاهتمام العالمي بالقمة. هذا من ناحية الشكل والمضمون. من ناحية الشكل، من ناحية المضمون طبعا القمة أعطت رسائل واضحة فيما يتعلق بما يسمى الثوابت العربي. أنا في اعتقادي هنبدأ من الكلمة المفتاحية للرئيس السيسي، وعندما يعني كلمة السر دائما هو الدولة الوطنية. الرئيس السيسي في كلماته قال الدولة الوطنية. لماذا الدولة الوطنية؟ لأن جزء كبير من مشكلات العالم العربي السابقة هو اهتزاز وضعف، لا نقول بل انهيار الدولة الوطنية المركزية في كثير من بعض الدول العربية. لماذا؟ لأن صعد في المقابل ميليشيات أو مفهوم الميليشياوي، ميليشيات موازية، كانت مسلحة عسكرية هدت الدولة الوطنية، وبتنا أمام تعدد في السلطة، تعدد في المؤسسات العسكرية، تعدد في الكيانات. كل هذا طبعا ادى للتفتيت، ادى الى عقد الدوله، ادى الى زياده التدخلات الخارجيه، لان الخارج دائما بيلعب. اطراف كثيره بقت فعاله على الارض وبتحمل السلاح، تحمل سلاح، وهناك من يغذيها في الخارج. في هذا الوضع كان الرئيس السيسي يؤكد على مفهوم الدوله الوطنيه، دوله واحده، مؤسسه واحده، جيش واحد، شرطه واحده، لا توجد سوى سلطه واحده. هذا هو كلمه السر حقيقه، التي لان هذا هي المشكله في كثير من الازمات العربيه التي تناولتها القمه، سواء في اليمن، في ليبيا، في السودان للاسف يعني انضم لهذه القائمه، وقبل ذلك في دول أخرى، لكن الدولة الوطنية الحل. وذلك كانت الرؤية المصرية في التعامل مع المشكلات التي يعني تناولتها القمة تتعلق بها الأزمة في ليبيا أو السودان أو اليمن أو في سوريا، في كل الأزمات حقا، هو حفاظ الوحدة الدولة العربية، الدولة الوطنية، رفض التدخلات الخارجية، الحلول السياسية التوافقية العربية. النقطة الثانية في هذه القمة حقيقة والدلالة المختلفة والجديد فيها هو أنها لأول مرة هناك حلول عربية للمشكلات العربية. لماذا؟ لأن في السابق كانت الأزمات عربية ولكن الحلول غير عربية، كان هناك تدخلات خارجية، يعني إدارة سواء قوة إقليمية أو قوة دولية كانت تتشابك وتتنافس على المنطقة العربية وفي هذه الأزمات. صحيح. ونسمع بقى المصطلح أو التايتل بتاع مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، مبعوث الأمم المتحدة في، فبقت في تدخلات وفي أطراف يعني بتفرض سيطرة داخل الدول العربية. حتى يعني إضافة حتى من إلى فكرة المبعوث، هذا يعني إطار أممي، يعني إطار شرعي، لكن المشكلة في القوى الكبرى والقوى الإقليمية لا تتنافس، هي تغذي هذا الطرف أو ذاك. كانت النتيجة ماذا؟ النتيجة أن الصراعات العربية والأزمات منذ أكثر من عقد من الزمن صراعات مفتوحة، مزمنة، ممتدة، لا توجد فيها لا حل سياسي ولا حل عسكري. الواقع الوضع كما هو عليه.
هذا عقد تنمية طبعا أجيال كاملة دفعت التكلفة، يعني خرجت من التعليم. العالم العربي التكلفة الاقتصادية والبشرية والعسكرية باهظة تصل إلى مليارات المليارات من الدولارات. الأسوأ يعني ما شفناش في أي سيناريو من السيناريوهات اللي حضرتك تحدثت عنها ما شفناش فيها حل الحقيقة بالطبع. على أرض الواقع. فدايما ما يؤكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الحل، يعني الحل الذاتي لكل دولة بدون أي تدخل في شؤون الدول العربية الداخلية. طيب سؤال حضرتك هنا يا فندم، من خلال حديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه للدول العربية أن تخرج من مشكلتها بنفسها، أن تجد الحل ذاتيا، أن يكون في بعض الحالات أو بعض السيناريوهات التي تتطلب مصالحات داخل الدولة ذاتها بين أطراف حتى تحل المشكلة أو العقبة، شايف حضرتك من خلال المتغيرات الجيوسياسية وما يحدث في المنطقة العربية لأي مدى هذه الكلمة تعكس هذا الواقع، ومدى أهمية هذه الكلمة في هذا التوقيت تحديدا؟ هو بالطبع جمانة كلمة الرئيس السيسي هي بتضع تشخص وتقدم الحل، يعني تضع خطة طريق في التعامل مع الأزمات العربية، لأن استمرار الأزمات العربية المفتوحة في دول بعض الدول العربية هي بسبب جرح في الجسد، يعني مستنزف دائما، هي بتعوق عن التنمية. لا يمكن الحديث عن تنمية في ظل صراعات وحروب وانقسامات، لا يمكن الحديث عن تنمية في ظل غياب الأمن ودولة مستقرة ودولة مركزية ودولة فيها يعني صراعات ونفور، لا يمكن الحديث عن تنمية واستقرار وازدهار في ظل تدخلات خارجية لا أجندات خاصة. ولذلك القمة أسهمت أو عززت ما يسمى الحلول العربية للأزمات العربية، يعني على سبيل المثال طبعا الأزمة التي اندلعت في السودان الشقيق ونتأسف لها كثيرا بالطبع، يعني انخراط المملكة العربية السعودية وأيضا بدعم من مصر وتنسيق مع مصر في استضافة أطراف الأزمة، هذا بيؤكد الحلول العربية، بيؤكد أن الدول العربية تدخل هنا بقى النقطة المهمة للتسهيل، لأن التدخلات الخارجية هي تدخلات مغرضة لديها أغراض خاصة بأجندات معينة، لكن دائما الحلول العربية تنحاز للدولة، تنحاز للشعوب العربية، للمصلحة العربية، للحفاظ على وحدة السودان واستقرار كل الدول العربية، وبالتالي أكثر فعالية وأكثر نجاح. ولذلك بجدنا هذا المدخل المهم. أيضا في اليمن هناك الآن تبريد للأزمة، هناك حلحلة واتجاه نحو الحل. أيضا في ليبيا كانت تأكيد القمة والبيان الختامي وكلمة الرئيس السيسي وكل كلمات على الحفاظ على وحدة ليبيا، سيادتها واستقرارها، والتعجيل بالحل السياسي متمثل في خريطة الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفي إطار المصالحة الوطنية الليبية كما أنت أشرت، لأن الحلول الداخلية هي الأكبر والأقوى. لا يمكن فرض حلول من الخارج، ولكن أبناء الدولة الواحدة، صحيح. أبناء من خلال التوافق ما قامت به مصر حتى في ليبيا عندما استضافت الفرقاء ولتهيئة البيئة والمصالحة، أيضا في الجانب الفلسطيني في كل الأجواء، حقيقة بتعكس أن انطلق العرب زمام المبادرة، وأن المرحلة المقبلة تمثل أهمية كبيرة، لأن مصر وفلسفة السياسة الخارجية المصرية في التعامل مع الجانب الدائرة العربية قامت على ثلاثة مسارات متوازية. المسار الأول هو مواجهة التحديات والأزمات، حل الصراعات في المنطقة، تسوية الحروب وإنهائها في إطار حلول العربية وفي إطار الحفاظ على الدولة الوطنية. هذا المسار يعني يمثل أهمية كبيرة. المسار الثاني بالتوازي مسار التنموي. مصر أن تقدم نموذج تنموي، لأن هما الاثنين مرتبطين ببعض. تحقيق التنمية والازدهار هيجفف بيئة الصراع وبيئة العنف وبيئة الإرهاب والتطرف وبيئة الفقر، كل هذا بيمثل أهمية. هذا المسار التنموي بيسير بالتوازي وفي إطار ما يسمى التشابك العربي العربي، يعني دول قلب الصلب مصر السعودية دول الخليج تقدم نماذج تنموية بحيث أنها يكون يمثل قاطرة للعمل العربي التنموي الذي يقود إلى ازدهار المنطقة مرة أخرى. ثم المسار الثالث وهو التعامل مع التحديات العالمية والإقليمية، خاصة استقطاب الدولة في النظام الدولي الحالي حالة غير مسبوقة بين أمريكا والغرب وروسيا من ناحية على هامش أوكرانيا، بين أمريكا من ناحية والصين من ناحية أخرى على هامش تايوان. في هذا استطاعت مصر ومعها الدول قلب الصلب أن تبلور ما يسمى السياسة الخارجية الرشيدة النزيهة الفاعلة. ماذا تعني؟ تعني بناء شراكات مع الكل، عدم تنويع هذه الشراكات، تعظيم المصالح العربية، عدم انحياز لشراكة أو استبدال شراكة بدولة بشراكة أخرى، عدم الدخول في الاستقطاب في الأزمة الأوكرانية. هذا أكسبها المصداقية والحيادية. ولذلك جاء التنافس الدولي، جاء الرئيس زيلينسكي بدعوة إلى القمة العربية، بيعكس الآن أن العالم العربي لم يعد مفعول به كما كان في السابق، الآن أصبح فاعل في الخريطة الدولية في النظام الدولي. وهذا نقطة مهمة. لماذا كل هذا؟ بفعل السياسة المصرية الرشيدة في فكرة يعني استعادة الجسد العربي، العافية العربية ستمكن العرب من التفاعل بإيجابية، صحيح. سواء على مستوى التحديات أو على المسار التنموي. ولذلك القمة جد هذه المرة حقيقة نقول أنها عكست روحا إيجابية، روح جديدة في المنطقة العربية التي كنا يعني وصلنا لمرحلة من الإحباط بسبب الانقسام العربي والتفتيت وهذه الصراعات وكل هذه التحديات. عظيم.
عايز ارجع بس مع حضرتك لاعلان الجزائر في العام الماضي. القضايا العربيه زي ما قلنا ان هي قضايا ثابته والمواقف الى حد ما ثابته. احنا عندنا طبعا القضيه الفلسطينيه هي الاساس، ودي كانت البدايه حتى في بدايه كلمات كل القاده والزعماء العرب ان هي قضيه العرب الاساسيه. كان هناك حديث في العام الماضي عن ما يحدث في اليمن، اعتقد ان الاوضاع هدات كثيرا في اليمن في انفتاح مع إيران خلال هذه المرحلة، ودي برضو من التطورات اللي حصلت. كانت القمة السابقة تناقش التدخلات أو التدخلات الخارجية، ودي قلت بشكل كبير جدا خلال هذه الفترة. الأزمة الروسية الأوكرانية برضو نقشت في العام الماضي. كل هذه الأمور الأهم والأبرز فيها حاليا والجديد فيها حاليا هو الانفتاح مع إيران، هذا جانب، والجانب الآخر هو عودة سوريا مرة أخرى إلى الجامعة العربية. ما هي أهمية وجود سوريا حاليا في هذا التوقيت في الجامعة العربية، وانعكاساتها أو انعكاسات وجود سوريا على العمل العربي المشترك، وماذا ستستفيد سوريا خلال الفترة القادمة؟ بالفعل شاذلي، هذه نقطة مهمة. أولا يعني القمة تنعقد في أجواء مختلفة مغيرة تماما. يعني كانت في القمة السابقة في ظل صراعات وتوترات واستقطابات وتدخلات خارجية وتوترات مع قوى إقليمية، نحن الآن في أجواء رياح كده تهب على المنطقة، رياح التصالح التوافق حتى داخل البنية العربية، البيت العربي، رأينا يعني تنقيط الأجواء والمصالحات العربية العربية والمصالحات بين العرب ودول الجوار. هذه الأجواء بالطبع كان لها انعكاس إيجابي على الأزمات العربية، ومنها طبعا الأزمة في سوريا في اليمن. بالنسبة لسوريا أعتقد أن ما يميز ربما من أحد يعني الأمور الإيجابية في القمة قمة جدة هو عودة سوريا وحضور الرئيس بشار الأسد للقمة. ماذا تعني عودة سوريا؟ عودة سوريا تمثل أهمية كبيرة. أولا نتذكر أن سوريا هي أحد ركائز العمل العربي، يعني هناك دائما مثلث مصر السعودية سوريا. سوريا هي من دول القلب العربي التي كان لها دور مهم في الجامعة العربية في العمل العربي المشترك. وعودة سوريا هي عودة للوضع الطبيعي، لأن غياب سوريا أو استبعاد سوريا كان وضع استثنائي. ما حدث هو عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي كدولة فاعلة رائدة. بالنسبة للعمل العربي المشترك، سوريا ستفيد العمل العربي، دولة قوية، دولة مهمة، دولة مركزية، دولة تمثل بوابة شمالية للعالم العربي، ايضا في اطار يعني استعاده الجسد العربي ككل، لان التكامل العربي ككل والمنظومه العربيه والنظام العربي يعني واجه تحديات بخروج دول عن يعني خارج السياق، منها سوريا طبعا بسبب الحرب، لكن عودتها تعطي قوه للمنظومه العربيه التي بدورها ستعطي قوه للعرب في التعامل مع التحديات والمتغيرات سواء الاقليميه في تحقيق التنميه او التعامل في النظام الدولي الذي يمر بمرحله سيوله ويعني تعدد وانتقال. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى سيكون لها مردود ايجابي على سوريا، لأن سوريا طبعا يعني تراكمات أكثر من 12 عاما من الصراع والحرب. هناك نصف الشعب السوري طبعا يعني للأسف يعني المهاجرين في الداخل والخارج. هناك يعني كارثة الزلزال والتي يعني زادت يعني التحديات. هناك يعني ميليشيات إرهابية، هناك تحديات كبيرة، كان هناك تدخلات خارجية. وبالتالي عودة سوريا ماذا تعني؟ تعني أولا زيادة الدور العربي في دعم سوريا سواء على المسار السياسي في حل الحل السياسي وفقا طبعا لقرارات الامم المتحده 22 قرار 2254 تحقيق توافق سوري كما اشارت جمانة، الحل الوطني الداخلي، التوافق بين كل القوى السوريه في اطار الحفاظ على وحده سوريا وسياده سوريا ويعني التنوع والتعايش في اطار الدوله المواطنه التي تحمي الجميع. هذا من ناحيه، فبالتالي تسريع الحل السياسي. من ناحيه نقطه مهمه جدا حتى في قرار الامم المتحده في موارد انسجام مع قرار الأمم المتحدة بالطبع. حضرتك بتذكره دلوقتي، طبيعة العلاقة تكون عاملة ازاي ما بين الحكومة هناك والمعارضة؟ يمكن السيد أحمد بلغيط ده يعني اتكلم في النقطة دي تحديدا وقال ان سوريا بحاجة الى الدعم السياسي، شكل الدعم السياسي هيكون عامل ازاي؟ هذا الدعم السياسي مهم، لان اولا هو يهيئ البيئة ويعني ما يسمى التسهيل، يعني الدول العربية لا تفرض شروط ولا تفرض حلول، ولكن هي تجمع الأطراف وتوفق ويعني تساهم في إزالة القضايا العالقة بين الطرفين. يعني هناك اعتقد مصلحه للدوله السوريه والمعارضه في حفاظ الوحده السوريه وان تنتقل سوريا للازدهار، لان استمرار الحرب الكل خاسر، يعني من سيستفيد من الحرب والصراع؟ الحرب تعني الدمار، لكن التعايش والتوافق والحلول السياسيه اللي تعني الازدهار مش محصوره فقط في سوريا ولكنها امتدت للدول العربيه، كل الدول العربيه. يعني ماذا جنت اي طرف من الصراعات والتعايش؟ دمار، ونجد نشهد دمار ثم دمار وهروب وارهاب ولاجئين ونازحين، يعني اوضاع ماسانيه صعبه. وبالتالي الدور العربي سيساعد سوريا سياسيا في الخروج والحل الازمه بشكل نهائي، لأن الدور العربي أيضا دور محايد ليس على خلاف الأطراف الأخرى الغير عربية التي كان لديها أجندات خاصة. النقطة الثانية الدعم الاقتصادي، سوريا بحاجة لدعم اقتصادي، يعني سوريا حتى تعيد النازحين واللاجئين تحتاج إلى تهيئة البنية التحتية في سوريا، يعني الأمور يعني صعبة هناك، لأن يعني حدث يعني دمار في مدن بأكملها يعني في حلب وغيرها. وبالتالي الدعم الاقتصادي العربي، تحقيق التنمية، يعني تقدر الأرقام أن سوريا تحتاج إلى أكثر من 400 مليار دولار لإعادة الإعمار. فهذا نقطة مهمة. يعني نقطة تحديدا الدعم الاقتصادي، يعني الكل يعلم أن سوريا أو النظام
النظام السوري حاليا يعني يتعرض لعقوبات من الغرب، حتى في مساله هذا الدعم الاقتصادي تحديدا. ازاي ممكن الدول العربيه تساعد سوريا اقتصاديا في ظل هذه النقطه تحديدا؟ دي من نقطه، مع العلم ايضا ان نبره الغرب حتى تغيرت. يعني في البدايه كان هناك اعتراض على عوده سوريا مره اخرى لجامعه الدول العربيه، ثم تغيرت النبره مرة أخرى وعادت سوريا، وفي انتظار تنفيذ قرار الأمم المتحدة مثل ما زي ما حضرتك ذكرت. يعني جمانة، طبعا العقوبات الغربية وعقوبات أمريكا ما يسمى قانون قيصر، وبشكل تحدي طبعا بالطبع لإعادة أعمار سوريا، لأنه يحتاج طبعا إلى استيراد معدات واستيراد أشياء كثيرة ويعني والمساعدات، لكن هذا لا يمنع الدعم الاقتصادي العربي. لماذا؟ اولا لان هذا يرتبط بعلاقات الدول وسياده الدول في قراراتها وتوجهاتها، لا احد يفرض وصاية على الاخر. الامر الثاني، النقطه المهمه، ان العقوبات الامريكيه هي غير ملزمه للدول الاخرى، بمعنى ليست صادره من مجلس الامن الدولي فبالتالي تلتزم بها الدول الاخرى، مثل وفق الفصل السابع. العقوبات الامم المتحده مجلس الامن هي الملزمه لكل الدول، وبالتالي على الدول الا تخالفها، لكن عندما تفرض امريكا عقوبات انفراديه هذا خاص بامريكا، كما حدث في الازمه الاوكرانيه والفرض العقوبات على روسيا، ليست هي عقوبات خاصه بمصالح هذه الدول، ليست ملزمه كلي كدوله في دول اخرى في العالم ان لديها مصالح. الامر الثاني، بالفعل هناك الان تعاون اقتصادي وهناك يعني الدعم العربي موجود، واعتقد عوده سوريا كان قرارا عربيا استراتيجيا رغم التحفظات عفوا والمعارضات، لكن في نهايه المطاف السياسه متغيره طبعا. قوه الموقف العربي هي التي بتجعل وتغير موقف الاخرين. يعني نركز هذه النقطه، ان استعاده الجسد العربي العافيه العربيه هذا بيمثل اهميه كبيره، بيعطي رسائل للاخرين، لكن طالما العالم العربي هناك ضعف، هناك يعني هناك تمدد، وهناك يعني تجرؤ على المنطقه العربيه وتدخلات، وبالتالي عوده سوريا تمثل اضافه وقوه. انا في اعتقادي الفتره المقبله ستشهد حاله من الزخم الكبير والدعم الاقتصادي والتعاون والاقتصادي الكبير بين سوريا والدول العربيه، واعتقد ان هذا مهم. دعنا نتحدث عن القضيه الفلسطينيه يعني ايضا في كلمه الرئيس السيسي، لانها مهمه جدا طبعا بعد ما شهدنا الهجمه الاخيره للعدوان الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينيه واستمرار انتهاك الاقصى والمقدسات. وهنا ايضا كلمه السر ايضا الرئيس السيسي، وهو وضع الحل والتشخيص والحل. القضيه الفلسطينيه قضيه العرب المركزيه، لا يمكن الحديث عن استقرار او امن في المنطقه او اي شيء بدون حل عادل ودائم وشامل للقضيه الفلسطينيه. يعني ببساطه اقامه دوله فلسطينيه على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقيه، ده وفقا للقانون الدولي للمرجعات الدوليه. اما اي سلام على الطريقه الاسرائيليه او الحزب الامريكي لها، الدوله الفلسطينيه كانتونات، بناء مستوطنات، فرض امر واقع، لا يمكن ان يطمس الحقوق الفلسطينيه، لا يمكن ان يحقق الامن لا لاي دوله ولا الاسرائيليين. السياج الوحيد الذي يحقق الامن للاسرائيليين هو التعايش والسلام الدائم. الشعب الفلسطيني من حقه كدوله، وهذه الرساله المصريه الواضحه التي يفهمها كل دول العالم بلغه القانون، لغه قوه الحق. اما لغه التهديد والانتهاكات والعدوان والقصف وقتل المدنيين، هذه اللغه يعني لن في النهايه ستزول، لان هذا غير منطق يعارض حتى المنطق الانساني. كل صحيح. الدول من حقها ان تعيش، الشعب الفلسطيني حق ان يعيش كدوله، وبالتالي ايضا اكدت على ثوابت القضيه الفلسطينيه، ايضا دعم مصر الدائم للفلسطينيين سواء في تخفيف المعاناه عن الشعب الفلسطيني، يعني راينا الجهود المصريه في تحقيق التهدئه. وعلى فكره هذه نقطه مهمه، لان العالم تنفس الصعداء، الكل اشاد بالموقف المصري. لماذا؟ لان انفلات الامور او خروج الامور عن السيطره واشتعال الحرب سيشعل المنطقه في الشرق الاوسط مره اخرى، هذا سيهدد مصالح كل الدول. ولذلك نتذكر في مايو 21 عندما تدخلت مصر، شكر الرئيس بايدن واتصل بالرئيس السيسي وشكره كل الدول، الامين العام المتحده. هذا بيعني قوه مصر، ثقل مصر، مصر في الحال دائما الاستقرار. غزه ليست فقط هي جزء من الامن القومي المصري، مصر ليست وصيه، ان مصر شريك في هذه الامر ومصلحتها. وبالتالي كانت القضيه الفلسطينيه ايضا محوريه ورساله مهمه في هذا التوقيت، لان اسرائيل استغلت حاله الانشغال العربي والازمات العربيه والصراعات والميليشيات الارهابيه في فرض امر واقع في الجانب الفلسطيني. وبالتالي هنا الرساله العربيه قويه، ان العالم العربي موحد، انه مع الحق الفلسطيني ومع الدوله الفلسطينيه. انعكاسات بقى هذه الوحده العربيه وتحديدا في القضيه الفلسطينيه شفناها تاثيرها على كثير من الدول، وفي دول غيرت رايها، وفي دول متخذه موقف الاستعداد للدخول في الوساطه. كلمه بوتين بالامس تحدث عن انه مستعد للتدخل في ازمات المنطقه وعلى استعداد للتدخل لحل
أو المساعدة في حل القضية الفلسطينية، هل يستطيع بوتين بالفعل أن يتدخل أو يساعد في حل القضية الفلسطينية؟ يعني دعنا نقول يعني نكون واقعيين صراحة، القضية الفلسطينية وهذا الملعب هو ملعب أمريكي، يعني الملعب الروسي ربما الدور الروسي ربما دوري محدود فيه مثل الدور الأوروبي. المشكلة ليست في الدور الروسي أو في الدور الأوروبي أو في أي أدوار، المشكلة تظل في الجانب الإسرائيلي. نحن يعني امام حكومه متشدده يمينيه لديها يعني مزاعم وهميه، لديها ايديولوجيات دينيه، يعني كل هذا بيقود المنطقه لحافه الهويه. هذه مشكله، فالتعنت الاسرائيلي ورفض اعطاء الفلسطينيين حكومه مشروعه هو المشكله. الامر الثاني هو الحزب الامريكي، يعني يعني كنا نتمنى، وعندما جاء الرئيس بايدن وقال حل الدولتين وتفائلنا خيرا واستأنف المساعدات للفلسطينيين والأونروا، لكن حتى الان بعد اكثر من عامين ونصف لم يترجم لم يعقد مؤتمر حتى يعني جوله مفاوضات واحده او سلام واحده. وحتى اعترف الرئيس بايدن في احد يعني اللقاءات قال ان هذا صراع ممتد وميؤوس منه حل منه، وبالتالي حل القضيه في ان يكون هناك دور امريكي فاعل، الضغط على الجانب الاسرائيلي، امريكا هي الطرف الوحيد القادر على الضغط على اسرائيل. احنا في ظل اطراف صعبه، لكن في المقابل وجود موقف عربي، وجود وحده فلسطينيه، ومصالحه فلسطينيه، وجود موقف موحد، كل هذا بيدعم الحق العربي وعلى الاقل بيحجم ويرضع من هذا العدوان الاسرائيلي وهذا التمدد وهذا التوغل على الحقوق الفلسطينيه. وانا في اعتقادي ان هناك حاله تعاطف دولي الان مع الفلسطينيين، يعني فلسطين قاعده في الامم المتحده كمراقب، هناك تعاطف دولي لان جرائم اسرائيل عندما يعني تعتدي على المصلين في المسجد ازاي بقى ممكن استغلها يعني حاله التعاطف دي؟ بالطبع حاله التعاطف، لان هذا الشعب قوه سلاح وقوه دمار مع في مجال قوه حق، الفلسطينيين يكون غير الحق الشرعي. وكما اشرنا هناك يعني العالم الان يتعاطف مع يعني حق الفلسطينيين كلهم دوله يعيشوا في سلام عندما يكون الجانب الاسرائيلي. لكن هل تعاطف وحده يكفي يا فندم؟ التعاطف جزء من الضغط على الرأي العام وجزء من عزل إسرائيل، لأن إسرائيل كانت تروج لنفسها أنها دولة ديمقراطية تواجه إرهاب، أنها دولة ضحية. الآن إسرائيل أمام العالم أنها دولة معتدية عندما تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى، على الشاشات الكل يرى هذا الأمر، تقتل الأطفال والنساء، وبالتالي هناك متغيرات جديدة. القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية، هناك الجهود المصرية والعربية مستمرة. القمة العربية أعطت رسالة بأن الموقف العربي موحد وان لم تغب القضيه عن الاجنده العربيه، واعتقد هذا كلها تمثل تطورات مهمه في اطار حل الازمات العربيه. طيب دكتور، يعني ايضا دعوه الرئيس الاوكراني زيلينسكي وفي نفس التوقيت رساله الرئيس الروسي بوتين، ونعقد هذه القمه في نفس توقيت انعقاد قمه السبع، وحرص الرئيس زيلينسكي على الحضور، وايضا حرص الرئيس بوتين على ارسال هذه الرساله. هذه احد الدلالات المهمه ايضا لكلمه جد. لماذا؟ لان العالم العربي اصبح جزءا من تفاعلات النظام الدولي. يعني عندما ياتي الرئيس زيلينسكي ويعطي الرئيس بوتين كلمه عبر برقيه للقمه، وهذا الاهتمام بيعكس يعني الان ان الدول العربيه والعالم العربي اصبح فاعل في المعادله. النظام الدولي الحالي يمر بمرحله تحول مهمه من الحضاره القطبيه الامريكيه الى نظام متعدد، هناك روسيا هناك الصين. الامر الثاني هذا ايضا نتاج السياسه الحاد الايجابي اللي انتهجتها مصر ومع ايضا مع المملكه العربيه السعوديه ودول الخليج الامارات، وهو في الازمه الاوكرانيه عدم الانحياز لطرف ضد طرف اخر، ولكن التبني سياسه الحياد والحياد الايجابي. راينا الدول العربيه يعني شكلت وفدا وزاريا عربيا لحل الازمه في العام الماضي، الرئيس السيسي ناشد اكثر من مره وكان يعني في مؤتمر كوب 27 بحل الازمه سلميا بسبب منطق بسيط، وهو ان استمرار هذه الحرب لا يحقق اهداف اي طرف، لان الحلول العسكريه وتؤدي للدمار وتؤدي للتداعيات السلبيه. مصر بالطبع تضررت كثيرا من استمرار الحرب سواء في الامن الغذائي وفي العالم كله تضرر بالطبع. صحيح. وهناك مصلحه مصريه وعربيه وعالميه في انهاء هذه الحرب، وانهاء هذه الحرب لا يمكن خلال العسكره، لان هناك يعني حاله من اللا حسم وحاله من الجمود العسكري، مدينه مثل بخموت يعني 9 أشهر ولم يتم يعني حتى يعني حسم الامور فيها. صحيح. هذا يعني لابد من العوده للحوار. هنا يبرز الدور العربي. لماذا الدور العربي؟ لان الدور العربي دور محايد. يعني حتى عندما قدمت الصين مبادره، الغرب تعامل معها بتشكك، لان الغرب يحسب يحاول حسب يعني ان الصين محسوب على روسيا، وبالتالي على خلاف حتى الادوار الاخرى والمبادرات الاوروبيه، الجانب العربي لديه مصلحه، لديه علاقات مع كلا الطرفين سواء مع روسيا او مع اوكرانيا. وحضور الرئيس الاوكراني وكلمه الرئيس السيسي تؤكد هذه، رسمة عفوا تؤكد الحياديه العربيه، وهذا يعطي ايضا دورا عربيا في الفتره المقبله. انا في اعتقادي ان هناك قناعات لدى كل الاطراف بانه لابد من تغيير المسار، من الرهان على المسار العسكري، رغم ان امريكا حتى الان حتى هذه اللحظه الصباح يعني قدمت مساعدات لاوكرانيا ترى الحل العسكري واستمرار الازمه، لكن هناك قناعه بان لابد من الحوار. هنا يبرز الدور العربي،
وحضور الرئيس زيلينسكي وكلمة الرئيس بوتين بتعكس هذه الحيوية العربية التي كما أشرنا هناك حالة عربية جديدة، هناك وضع عربي مختلف. العالم العربي الآن أصبح على الساحة الرئيسية، أصبح في المعادلات الدولية والإقليمية، أصبح طرف فاعل ودولي بفضل أيضا التماسك العربي والجهود التي قضتها مصر في هذا البنية العربية واستعادة الجسد والعافية العربية. عظيم. هنبعد شوية عن الجانب السياسي ونروح الجانب الثقافي، على الرغم أنه برضو يعني ليس ببعيدا عنه بكثير، لكن من ضمن إعلان جدة هناك حديث عن مبادرات ثقافية مهمة جدا للحفاظ على اللغة العربية، للحفاظ على الهوية العربية والثقافة العربية. أهمية ده إيه؟ ومن ضمن هذه المبادرات مبادرة لتعليم اللغة العربية للأجيال الجيل الثاني والثالث من أبناء العرب المقيمين في الدول الأوروبية. يعني بالطبع الجانب الثقافي مهم، اولا من عده زوايا. الزاويه الاولى القوه الناعمه العربيه، لان الدول العربيه لديها ميزه مختلفه عن كل الدول، لديها هناك لغه مشتركه تجمع اثنين دول عربيه. اللغه العربيه هي لغه ايضا لغه من ضمن لغات الامم المتحده الاساسيه، اللغات السد، واحتفلت الامم المتحده بيوم اللغه العربيه كما راينا في الفتره السابقه. هناك تحديات تواجه اللغه العربيه بالطبع، يعني مع السوشيال ميديا، مع يعني مع تباين الانظمه التعليميه، وبالتالي هذه المبادرات تمثل اهميه كبيره، لان القوى الشامله ليست فقط القوى العسكريه والاقتصاديه، هي القوى الثقافيه، القوى الناعمه، القوى الثقافيه في وجود اجيال جديده تعي وتدرك باهميه العمل العربي المشترك، باهميه التاريخ العربي، باهميه المستقبل العربي، لان يعني بلغه المنطق والبراجماتيه اللغه تجمع العرب وحدتهم هو في مصلحه الكل، لان التفرقه والانقسام والتفادت هو يضعف الكل، والعالم الان يعني يتجه الى التكتلات، يتجه الى التحالفات. يعني نجد دائما في كل التحالفات حتى الغربيه والاسيويه، الصين لديها تحالفات ومنظمه شنغهاي، وبالتالي هناك فرصه مهمه للعالم العربي كقوه، لديه كل المقومات، لديه قوه اقتصاديه، قوه بشريه كبيره، لديه قوه ثقافيه، لديه قوه دينيه، قوه تاريخيه، يعني قوه مختلفه نستطيع ان نوظفها في اطار تحقيق الازدهار، وبالتالي هذا سيكون له مردود ايجابي على تحويل هذه المنطقه، يعني كما اشار كلمه المشهوره لسمو الامير محمد بن سلمان، تحويل المنطقه من الشرق الاوسط منطقه صراعات الى اوروبا الجديد. هذا لا تحقق. ايضا الرؤيه المصريه فيما يتعلق به ان التيار او يعني مسار الازدهار والتنميه والاستقرار هو الذي يسود، اما مسار التدمير والارهاب والخراب والحروب صحيح. في النهايه من دفع الثمن؟ دفعت الثمن الشعوب صحيح. العربيه، والتكلفه كانت باهظه وللاسف يعني كبيره جدا على المنطقه. بكل تأكيد. ونشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام، نورتنا يا فندم في سوري. شكرا جزيلا فندم.